السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو إن شاء الله غادي يخص دائما كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي، وبالضبط أنشطة التقويم والدعم. إذا أنشطة التقويم والدعم، في الحصة السابقة أو لا في الفيديو السابق كنت درت معكم تقويم المكتسبات. باش ما يجيش طويل هذا الفيديو قررت أنني نقسمه على جوج، يعني درت معكم تقويم المكتسبات، واليوم إن شاء الله غادي نكمل التقويم التوليفي وتقويم نهج التقصي والأنشطة الداعمة. إذا نبداو بتقويم التوليفي، وقبل ما نبداو بتقويم التوليفي ادعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم في هذه القناه، قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. اذا تقويم توليفي، السؤال الاول او النشاط الاول، اربط كل عضو من اعضاء الجهاز البولي بدوره. اذا عندنا الكليه وعندنا الاحليل، الكليه والاحليل هما من اعضاء الجهاز البولي. إذا مرور البول من الكلية إلى المثانة، تشكل البول. إذا هنا الكلية من طبيعة الحال الدور ديالها هو كتشكل لنا البول، نعم. والإحليل، الإحليل ماشي الدور ديالو هو مرور البول من الكلية إلى المثانة. إذا مرور البول أو نقل البول من الكلية إلى المثانة هذا دوره الحالب وليس الإحليل. إذا غنضربوا على هذا الإحليل دور الحالب. إذا كان الحالب فإن دوره هو مرور البول من الكلية إلى المثانة، أما الإحليل فدوره وهو طرح مدى طرح البول خارج الجسم، نعم طرح البول خارج الجسم. إذا الكلية هي تشكل البول، والحالب هو مرور البول من الكلية إلى المثانة. بالنسبة للسؤال الأول، دائما في النشاط الأول أسمي الجهاز الذي تعمل أعضاؤه على نقل النفايات إلى الكليتين. الجهاز اللي كتعمل الأعضاء ديالو على نقل النفايات إلى الكليتين وهو الجهاز الدوراني، نعم الجهاز الدوراني اللي كيكون فيه من بين الأعضاء ديالو عندنا القلب. إذا الجهاز، نعم الجهاز الدوراني، ملي كنتكلمو على القلب يعني أو لا ملي كنتكلمو على الجهاز الدوراني كنتكلمو بدرجة أولى على القلب، نعم. نمرو للصفحة 20 من هذا الكتاب المدرسي دائما أنشطة التقويم، واليوم أنشطة توليفية، نعم. نشاط 2، أقارن الحاجيات الطاقية لشخص حسب أنشطة الجسم وأعبر كتابة. إذا غادي نقارنوا ماذا؟ قارنوا الحاجيات الطاقية. إذا هنايا الطاقة اللازمة، هنا النشاط. عندنا النوم، قراءة كتاب، المشي، ركوب دراجة هوائية، الجري وصعود السلم. إذا انطلاقا من هذه الطاقة اللازمة عندنا 272، 440، 836، 1714، 2382، 4598. اش كتلاحظوا هنايا؟ كتلاحظوا بأنه كلما زاد وكلما زادت حدة النشاط تزداد حاجات الجسم الطاقية. إذا هذا الشيء اللي غنكتبوه هنايا، إذا غنكتبوا كلما زادت حدة النشاط، نشاط الجسم يعني نشاط الحركة، نعم، تزداد حاجاته الطاقية، أو لا ممكن نتكلموا على حاجياته الطاقية. إذا كلما زادت حدة النشاط تزداد حاجياته الطاقية، نعم. إذا كما كتلاحظوا هنايا، هنا كانت 200 وفي حالة النوم يلاه كتكونسوم 272، ولكن عند صعود السلم 4598 كيلو جول. نمروا للنشاط أو سؤال 2 دائما في نفس النشاط، أستنتج علاقة النشاط الجسماني بالحاجة الطاقية. نفس الشيء، إذا هذه هي العلاقة. إذا عنديرو تتناسب الحاجيات الطاقية، حاجيات الطاقية والنشاط الجسماني. إذا كتناسب النشاط الجسماني، أي أنه كلما زاد النشاط زادت حاجة الجسم إلى أو للطاقة. إذا كنستنتجوا بأن الحاجيات الطاقية تتناسب والنشاط الجسماني، أي أنه كلما زاد أو زادت حدة النشاط زادت حاجة الجسم للطاقة. نعم، ندوزو لتقويم نهج التقصي. طرح تلميذ تساؤلا حول تغير حاجيات الإنسان الغذائية حسب العمر والجنس والنمو وحالة الجسم. أضع علامة في خانة التساؤل الملائم. إذا واحد التلميذ طرح واحد التساؤل، نعم، حول ماذا؟ حول تغير حاجيات الإنسان الغذائية. إذا هذا هو الدرس الأول اللي قريناه. حسب ماذا؟ إذا تغير هذه الحاجيات حسب العمر، الجنس، النمو وحالة الجسم الوظيفي. نعم.
اذا السؤال اللي غادي يكون الجواب ديالو او لا غادي يكون كيهضر على هذا الموضوع، واش ما حاجيات الجسم او لا ما حاجيات الانسان الغذائية، ولا ما العوامل المؤثرة في تغير الحاجيات الغذائية لدى الانسان. دير واحد علامة استفهام. اذا العوامل المؤثرة، كنتكلمو هنا على العوامل المؤثرة. اذا السؤال هو ما العوامل المؤثرة في تغير الحاجيات الغذائية لدى الانسان. نعم صحيح. ندوزو لشبكة تقويم الأهداف التعلمية. إذا شبكة التقويم هذه خاصة بالمتعلم، حيث أن المتعلم كيعرف واش هو متمكن من هذا الهدف أو لا. مثلا في التغذية والصحة، الهدف هو أحدد الاحتياجات الغذائية لكل من المرأة الحامل والمرضع والرضيع والطفل والمراهق وكبير السن. إذا كنت متمكن كدير علامة هنا، إذا كنت في طور التمكن يعني متمكن شي شوية كدير هنا، إذا كنت غير متمكن كدير علامة هنا. في الجهاز الهضمي خصك تكون كتعرف أعضاء الجهاز الهضمي وكتحدد الدور ديالها، إذا كنت متمكن علامة هنا، ما متمكنش هنايا، متمكن شي شوية هنا. بالنسبة للجهاز التنفسي خصك تكون كتعرف أعضاؤه وكذلك تحدد الدور ديالو وتستنتج أضرار تلوث البيئة. الجهاز الدوراني عاوتاني تعرف أعضاء الجهاز الدوراني وتحدد أدوارها وتعرف أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية. بالنسبة للجهاز البولي تعرف أعضاء الجهاز البولي وتحدد الدور ديالها وكذلك وصف أعراض التهاب المسالك البولي. صافي، إذا هذا هو تقويم ذاتي، يعني كل تلميذ كيقوم ذاته واش هو متمكن من هاد الأهداف هادو ديال هاد الدروس اللي درناهم في الوحدة الأولى أم لا. نعم ندوزو الآن إلى أنشطة داعمة، وهو النشاط الأخير. أنشطة داعمة عندي جوج ديال الأنشطة. النشاط الأول أضع علامة في الخانة المناسبة. إذا كانت العبارة صحيحة سأضع العلامة في صحيح، وإذا كانت خاطئة سأضع علامة في الخطأ. البنكرياس عضو من الجهاز الهضمي يفرز مواد تساعد على التنفس. إذا البنكرياس هو عضو نعم من الجهاز الهضمي، ولكن لا يفرز مواد تساعد على التنفس. إذا كتكلموا على الهضم، إذا خطأ. الشرايين عروق دموية تنقل الدم من القلب إلى باقي أعضاء الجسم. إذا هذه عبارة صحيحة، لأن الدور ديال الشرايين هو نقل الدم من القلب إلى الأعضاء، والدور ديال الأوردة هو نقل الدم من الأعضاء إلى القلب، يعني العكس ديالها. يتمثل العبارة الأخيرة، يتمثل دور الرئتين في تجديد الهواء أثناء التنفس. صحيح، لأن الرئتين الدور ديالهم هو أنه تجديد الهواء أثناء التنفس في عملية الشهيق والزفير. النشاط الثاني، نعم دائما في أنشطة داعمة، أملأ الفراغات بما يناسب. إذا هاد الفراغات هادو عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة ديال الفراغات غادي نعمرهم بالمسالك البولية، الجهاز البولي، المواد السامة، وجود دم بالبول، ومصفات. نعم تعمل أعضاء على تصفية الدم من الفضلات. أعضاء ماذا اللي كتعمل على تصفية الدم من الفضلات؟ أعضاء الجهاز البولي. نعم على أعضاء الجهاز البولي. إذا تعمل أعضاء الجهاز البولي على تصفية الدم من الفضلات. صحيح. وماذا؟ والتي تطرحها الأعضاء. شنو اللي كطرحها الأعضاء؟ والمواد السام، والمواد السامة التي تطرحها الأعضاء. وتعتبر الكلية، تعتبر هذه الكلية ملا مصفاة حقيقية. إلا رجعتونا للملخص غتلقاو هذه الجملة، هذه أن الكلية هي عبارة عن مصفاة حقيقية. نعم نضربوا على مصفاة. تصاب ماذا؟ بالتهابات تتميز بأعراض مختلفة. تصاب المسالك البولية. نعم تصاب المسالك البولية، وهذه تعرفناها في ذاك أعراض التهاب المسالك البولية. المسالك البولية، إذن تصاب المسالك البولية بالتهابات تتميز بأعراض مختلفة. الأعراض ديال التهاب المسالك البولية نذكر منها الحاجة الملحة والمتواصلة للتبول، وكذلك أخيرا وجود دم بالبول. نعم وجود دم بالبول هو من أعراض التهاب أو التهابات المسالك البولية. نقرأ هذا الباراجراف. تعمل أعضاء الجهاز البولي على تصفية الدم من الفضلات والمواد السامة التي تطرحها الأعضاء. إذا الجهاز البولي الأعضاء ديالو كتمكننا من تصفية الدم من الفضلات وكذلك من المواد السامة اللي كطرحها الأعضاء. وتعتبر الكلية هي مصفاة حقيقية. تصاب المسالك البولية بالتهابات. إذا هذه المسالك البولية تصاب بالتهابات، منها الحاجة الملحة أو الأعراض ديالها
الحاجة المريحة والمتواصلة للتبول، وكذلك وجود دم بالبول. إذا وبهذا غادي نكون كملت هذا الفيديو. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تابويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.